لكم متابعي برنامج الملعب في يوم جديد وحلقة جديدة واستعراض لكل المستجدات في الوسط الرياضي. نقدم لكم هذه الحلقة من إعداد زميلي معاذ الحميدي ويساعد خالد الحمدان وعبد الرحمن ناصر، ويخرج الحلقة فنيا زميلنا علي المالكي. إن شاء الله اليوم عندنا مجموعة من الموضوعات والتقارير والفقرات ومساحة آسيوية للحديث عن ممثلينا لهذا اليوم، النصر والشباب واللذان غادرا من دوري أبطال آسيا. أرحب بضيفي برنامج الملعب الكابتن فؤاد أنور، لاعب نادي الشباب سابقا، لاعب المنتخب السعودي. حياك الله أبو خالد. هلا والله بندر، مسي عليك، مسي على أخوان المشاهدين، ومسي على أخوي وصديقي الأخ وليد الطرير. حياك الله أبو خالد. أيضا أرحب بالكابتن وليد الطرير، لاعب نادي النصر سابقا. حياك الله كابتن وليد. حياك الله أخي بندر، ورحب فيك والأخوة المشاهدين واخي الكبير فؤاد أنور. الله يحييك. الحين يزعلك ابو خالد؟ لا تكبر. لا الكبر مقاومه. طبعا سعداء بتواجدكم معنا. نبدا مع حلقتنا قبل ما ندخل في التفاصيل مع ابرز العناوين. اتحاد القدم يحتفي بعضويه عيد في تنفيذيه الاسيوي، وأيضا اجتماع اتحاد الكرة يقر مشروع ارتقاء لتطوير كرة القدم. النصر يغادر الآسيوية بثلاثية الأخويا، وفي أول ردة فعل للإدارة النصراوية فيصل بن تركي يقر خصم 50% من رواتب فابيان. عمر هوساوي خارج حسابات الديربي. والشباب يودع الآسيوية بانتصار على بختكم. كانت هذه أبرز العناوين. نبدأ بأول الأخبار من مجلس اتحاد كرة القدم، حيث عقد اليوم اجتماعه الدوري في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد أولمبي في مدينة الرياض برئاسة الأستاذ أحمد عيد. وتم في الاجتماع الاطلاع على جدول الأعمال ومناقشة المواضيع المدرجة فيه. وقد بايع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد صاحب السمو الملك الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد وزير الداخلية، وصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع، مهنئين سموهما بالثقة الملكية الكريمة. سبق انعقاد الاجتماع إقامة الأمان العام للاتحاد ومنسوبي وموظفي الاتحاد كافة حفل تكريم لسعادة الأستاذ أحمد بن عيد الحربي رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، في حضور نائبه رئيس رابطة الدوري المحترفين السعودي الأستاذ محمد النويصر وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من رجال الصحافة والإعلام بمناسبة فوز الأستاذ أحمد عيد الخميس الماضي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. طبعا كان هناك مجموعة من الموضوعات التي نوقشت في هذا الاجتماع، لعل من أبرزها الموافقة على مشروع ارتقاء تطوير كرة القدم خصوصا في الدرجتين الأولى والثانية، واعتماد بداية الموسم الرياضي المقبل 2015-2016 في 14 من أغسطس المقبل بمشيئة الله تعالى بإقامة مباراة كأس السوبر السعودي، ومع مراعاة مشاركة منتخب المملكة الأول في دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم الثانية أو 23 المقبلة التي ستقام في دولة الكويت الشقيقة، ومشاركة منتخب المملكة الأولمبي في نهائيات كأس آسيا الأولمبية التي ستقام في دولة قطر الشقيقة في يناير المقبل. أيضا تم في الاجتماع الموافقة على انضمام ممثلين للراعي الرسمي للدوري عبد اللطيف جميل محترفين شركة عبد اللطيف جميل والناقل الرسمي للدوري قناة أو قنوات MBC إلى عضوية لجنة المسابقات في الاتحاد. أبو خالد خليني أبدأ معك حول هذا الاجتماع وما دار فيه، لعل ما أبرز ما جاء فيه هو الموافقة على مشروع ارتقاء لتطوير والاهتمام بالدرجتين الأولى والثانية. إلى أي مدى ممكن يضيف أو يرفع من مستوى هذه الدرجتين؟
شوف حقيقة هذه الدرجتين تحتاج اهتمام وتحتاج أيضا رعاية وتحتاج أيضا حقيقة الآن دوري الدرجة الأولى وأيضا الدرجة الثانية، ولكن نتكلم على دوري الدرجة الأولى لأنه تحت مباشرة تحت دوري عبد اللطيف جميل. إلى الآن ليس هناك راعي على اللجنة هذه، أنا تبحث أولا حقيقة عن راعي، وراعي أيضا يكون مناسب لضخ مبالغ لهذه الأندية. لكن حقيقة برضو نبغى نعرف من اللي موجودين في ذا اللجنة اللي يعرفون مثلا المشاكل اللي موجودة في الدرجة الأولى والدرجة الثانية، هذا شيء مهم. واجتماع مع رؤساء الأندية، وممكن يقول لك رؤساء الأندية ينقلون لي، هذا غير كافي. لأن رؤساء الأندية دائما حينقلون لك الشيء اللي يبغونه هم، لكن أنت إذا تبغى لابد أنه يكون في هذه اللجنة ناس على الأقل يتابعون ذا الدوري، يتابعون ذا الدرجتين، لهم خبرة أيضا في هذه الدرجتين عشان يقدرون يطلعون بفائدة حقيقة الموسم القادم. لأن حقيقة لنا فترة يعني فترة طويلة الدرجتين هذه وخاصة الدرجة الأولى لم تقدم نفسها حقيقة بالشكل الصحيح. يعني إحنا لو نرجع مثلا 15 سنة ولا 20 سنة للخلف، كان الفريق الدوري الدرجة الأولى ينبع منه لاعبين يلعبون أساسيين في المنتخب الأول. نعم. وعد يعني قدم عديد من اللاعبين سواء مثلوا التحقوا بأندية كبيرة في دوري الممتاز أو على مستوى المنتخبات، منتخبات الناشئين، منتخبات الشباب، منتخبات الفريق الأول الأولمبي. حقيقة لابد أن الاهتمام في مشروع إن شاء الله يوفق القائمين عليه، ولكن أنا أقول لابد أن أحد يعرف بيئة هذه الدرجتين أو بيئة هذه البطولتين. نعم. عشان يقدر يشتغل بالشكل الصحيح. الآن تعتبر مهملة بالنسبة لك الدرجتين الأولى والثانية، طالما أنك تقول أول كنا نشاهد لاعبين يشاركون في الدوري الممتاز أو في المنتخب. حقيقة أنا عملت فيها، يعني أتكلم من خبرة، يعني عملت سنة كاملة مع نادي الرياض في رئاسة الشيخ تركي أبو إبراهيم. حقيقة يعني تلاحظ الاهتمام يمكن في 4 مباريات أو 5 مباريات الأخيرة من الدوري، بيئة الملاعب ليس بالطريقة الصحيحة، استقطاب مثلا جماهير لا هي بالطريقة الصحيحة، الأندية حقيقة تعاني ماليا رغم أن مبالغها يعني قليلة، يعني أي نادي في الدرجة الأولى ممكن تكفيه 5 مليون في السنة. إذا كان فريق مستقر وفريق لا يحتاج تجديد. نعم. ممكن المبلغ هذا يمشي الفريق. حقيقة تحتاج لها إلى أشياء كثيرة، لأن اللي شفته أنا في السابق في وجهة نظري لن يصنع لاعبين للمستقبل زي ما كان في، يعني أنا عشت الفترتين. نعم. عشت الفترة الأولى كلاعب وزملائي كانوا يجون من الدرجة الأولى وكانوا ينافسون اللاعبين اللي حقيقة في الممتاز وينافسونهم في مراكز، يعني في جميع المراكز وفي جميع الفئات. الآن اختلف الوضع. الآن اختلف الوضع، لأن أنا بقول لك عدم الاهتمام واضح، يعني والدليل لما تجي في المنتخب الأول لما ما تحصل ذاك العدد الكبير، لما تجي في الفئات السنية برضو ما تحصل العدد الكبير، يعني لقيت لاعبين ثلاثة يعني خير وبركة. حتى في الدوري الممتاز الأندية اللي تشارك في الدوري الممتاز ما تشاهد في المنتخب أو في تشكيلة المنتخب إلا يمكن 4 أو 5 الأندية المنافسة اللي حاضرة بقوة، والبقية نادرا إن لم يكن يعني معدوم. صحيح، بس إحنا الآن نتكلم عن بيئة الدرجة الأولى والدرجة الثانية. بيئتها حقيقة يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى عمل، ويحتاج لها أيضا إذا شوف عمل وتقول لي اجتماعات وبطور بدون مادة، هذا لا يمكن. أنا في وجهة نظري لا يمكن يصير، لابد أن يكون دعم، أن يكون دعم مالي سواء من الرئاسة العامة أو جلب. نعم. شركة راعية لهذا الدوري أو للدوريين درجة أولى درجة ثانية تدمجهم مع بعض وتعطيهم باكج كامل
لأي شركة وأي راعي. نعم طيب كابتن وليد، هل اهتمام مسؤول الرياضة عندنا في الدوري ممتاز أثر بشكل سلبي على الدرجتين الأولى والثانية حتى أصبحنا الآن نحتاج إلى من يطورها؟ لا بالعكس، مو الوحدة عندنا، في العالم كله ترى عموما الدرجة الأولى والثانية ترى مختفية في العالم كله، مو بالسعودية الحالة. بس نتكلم، إذا كنت تكلم عن التطوير الكابتن فؤاد يعني قريب لهم. أنا واحد من حاجة بتكلم عن الكابتن فؤاد، نادي القادسية دعم مباراتين قدام الأهلي وقدام الاتحاد في أروع ما يكون، صحيح. وخاصة قدام الاتحاد عشان ضمن التأهل قدم فريق يعني ينافس حتى في الدوري عبد اللطيف جميل، وأحرج الاتحاد بعد ومقدم مستويات. نعم صحيح، يعني حتى هذا لو تتكلم من أربعة جانب يكونوا معاه كيف بيصير الفريق يعني يعني هذا أكبر دليل. الدرجة الأولى فيها فرق يعني وفي لعيبة يطمحون إنهم يوصلون للمنتخبات، مثل ما قال الكابتن فؤاد لازم يكون في الناس نظرة لهم عكس عن اللي يكون رئيس نادي أو رئيس نادي فلان يجمعون يقولون والله نبغى نخطط، لا يبغون هذا ناس لعيبة أو يعرفون كيف لعيبة الدرجة الأولى كيف يحتاجون لعيبة الفريق الأولى. يعني حتى لو ترجع حتى الملاعبهم أرضية الملاعبهم يعني حرام تكون أرضية الملاعب يلعبون فيها في الدرجة الأولى، بيئة الملاعب اللي تكلم عنها اللي تكلم عنها الكابتن فؤاد. نعم. تكلم فيها في جميع النواحي. بس إذا تكلم في حاجات يعني معينة مثل الأرضيات مثل الملاعب ثم مثل حتى كيف تنقلات الفرق. يعني أكبر دليل قلنا لك الفريق القادسية قدم أروع مستوياته المفروض يكون في دوري عبد اللطيف جميل. صحيح. طيب هل هذا ينطبق على بقية الأندية اللي تشارك في دوري درجة أولى والثانية؟ يعني بمعنى آخر هناك أسماء تحتاج إلى مزيد من الاهتمام حتى تبرز بشكل كبير، أو تحتاج الدعم مثل ما قال أبو خالد؟ طبيعي، كل جميع الفرق واللعيبة في الدرجة الأولى عندهم طموح، ترى عندهم طموح إنه ممكن أفضل من الطموح اللي موجودين في الدوري. أنت تكلمت عن الدوري الممتاز، إنه في فرق ما ينضمون المنتخب لأن هذا اللعيبة اللي موجودين في الفرق الثانية ما عندهم طموح زي مثل ما عنده طموح الفريق اللي في الدرجة الأولى. ترى الفريق الأولى مثل ما تكلم الكابتن فؤاد في ناس يعني عندهم طموح إنه حتى يلعبون في المنتخبات. نعم. ناشئين شباب فريق أول، وين النظرة هذه؟ وين نظرة المدربين عن الفرق الصغيرة الدرجة الأولى عن منتخبات الناشئين وشباب الفريق الأول؟ يعني كنا ناظرة أول لعيبة في معنى في الفرق الأول كثرة في الناشئين، ويتذكر كابتن فؤاد معنى في أغلبية منتخب الناشئين وشباب الفريق الأول كانوا فيه لعيبة من الدرجة الأولى. الآن مهمشين. مهمشين تماماً. نظرتهم كلها في الفريق الأول الدوري الممتاز، الفرق الكبيرة مثل ما قلت الخمس فرق. يعني قليلة تأخذ من الفرق الثانية. طيب. بعد نهاية اجتماع اتحاد كرة القدم ظهر اليوم كان هناك لقاء للدكتور عبد الله البرقان رئيس لجنة الاحتراف مع زميلنا عبد العزيز الحميد، نتابع ماذا قال. الحمد لله، فعلا اليوم كان قرار بالنسبة لنا مهم جدا لأنه في مسجلات كثيرة بالنسبة للاحتراف في المملكة، يعني بداية غرفة المنازعات، انتهاء دور وكلاء اللاعبين اعتبارا من 1/4/2015، كل هذه أخذناها بالاعتبار بالنسبة للائحة الجديدة. اللائحة إن شاء الله الأسبوع القادم ستعمم على إن شاء الله يتم تطبيقها من الموسم القادم إن شاء الله. الآن من الموسم القادم لا يستطيع أي لاعب أن يحترف كلاعب جديد أتكلم إلا يحمل الشهادة الثانوية. لا يمكن طبعا. الان الحد الاعلى بالنسبه للاعب المميز تنطبق على جميع الشروط مليون 400 في الموسم شامل كل شيء، ما زاد عن ذلك يتحمل اللاعب. واحنا طبعا سوينا تعميم، اي مبلغ يزيد عن المبلغ هذا يعتبر مخالفه للائحه الاحتراف. يعني كلاعب ماله مليون 400 طال فيها امامكم كلجنه احتراف. صحيح. ولو ثبت للجنه انه اللاعب اخذ ما يفوق المبلغ هذا راح يعاقب اللاعب. طبعا الفيفا اجبر جميع الاتحادات بانه يعني يعملون بلائحه الوسطاء. الان ما في اسمه وكيل لاعبين، عندنا لائحه اسمها لائحه الوسطاء، راح نناقشها الجمعه القادمه ان شاء الله في ابها، عندنا ورشه عمل ودعينا جميع من يهتم بهذا المجال حتى نناقشهم المسوده. احنا وضعنا مسوده نناقشها مع المهتمين قبل رفعها لمجلس الاداره. الان الموسم القادم جميع اللاعبين يعني لا خلاص يعني ما يوقع مع كل لاعبين، يصير هو حصري عليه، الوسيط متاح للجميع. يعني
يعني ما في وكيل حصري على لاعب، مو اي وسيط ممكن يحل الموضوع. صحيح، من اعتبار من 1/4/2015 تم ايقاف جميع توثيق العقود ما بين اللاعبين وكلاء اللاعبين. ايش حصه الوسيط؟ ما زيد عن 3%. حديث الدكتور عبد الله البرقان رئيس لجنة الاحتراف بعد نهاية اجتماع اتحاد كرة القدم اليوم مع زميلنا عبد العزيز الحميد. ابو خالد، كيف تعلق على حديثه؟ حقيقة شوف، انا بقول لك هي بدأت المعالجة واتمنى ان تثمر بحقيقة العقود العالية اللي كانت يعني حقيقة تنهك الأندية ووضع لها نظام، وهذا حيحد يعني حقيقة من يعني الأموال الطائلة اللي يخسرها النادي. وبعض الأندية يعني تخسر في السنة إلى 80 مليون 90 مليون، وفي الأخير لم يعني حقيقة تقدم شيء. بعض اللاعبين يعني تسمع أرقام حقيقة احنا نقول كل واحد الله يرزقه، بس هذه الأرقام صارت مضرة على 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 حقيقة على الكرة السعودية. يعني ما أجابت لها يعني فائدة ولا بالنفع، وأنا أتوقع أنها حتى عملية الوسيط الآن هذه حتعمل يعني ممكن بلبلة قوية بين وكلاء اللاعبين. الغاء هو قال تم الغاءها، لكن هناك دور الوسيط يعني. لا انا بقول لك في نطاق ضيق. اوكي، انت لما يجي وسيط وياخذ مني 3% ويجي وكيل لاعبين ياخذ 10% او 20%، شيء طبيعي اني بدبر لي وسيط. حتى الوسيط هذا لو يكون قريب لي او يكون صديق لي. يعني انا يعني كلاعب وشو لا اجيب لي وكيل اعمال وياخذ مبلغ عالي، وايضا ويكون عندي مثلا صديق ولا يكون عندي اخ ولا اب، حطه هو الوسيط ويستفيد اللاعب ويستفيد ايضا قريبه ولا ابوه ولا ذا، وفلوسهم بتكون بينهم. طيب الخطوه هذه تهدف الى ماذا؟ الغاء وكلاء اللاعبين. والله شوف، انا بقول لك هي تجربه قد تنجح وقد ايضا لا تفيد اكثر اللاعبين. لان في عندنا وكلاء لاعبين على مستوى عالي من الفكر وايضا التخاطب مع الانديه في الاوراق الماليه من ناحيه العقود ومن ناحيه اشياء كثيره. يعني انا اتوقع انه ما راح يوصلها عمليه الوسيط، لان هذول لهم فتره طويله يشتغلون في هذا المجال وايضا يعرفون القوانين ويعرفون القوانين الداخليه والخارجيه، وايضا البعض عندهم مكاتب وبرضه عندهم ناس يشتغلون في 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 في, في هذه المكاتب. يعني انا بقول لك ممكن تكون فائده من ناحيه اللاعب، لكن كتثقيف لاعب يعني انا بقول لك اخذ جذب مع الانديه ما لهم دور، مقصرين يعني. لا ما راح يكون لهم يعني الخبره اللي موجوده عند وكيل الاعمال. وفي يعني وفي بعض وكلاء اللاعبين يقتصر دوره فقط على لحظه توقيع العقود، هذه كثير. بعد ذلك الوعد نهايه العقد. انا اقول لك هذه كثير، مع ان دور وكيل اللاعب يكون اكبر من كذا. هذه كثير موجوده. ولكن انا كان ودي ان مثلا لجنه الاحتراف انها تطور من عمليه وكلاء اللاعبين باجتماعات، بجلوس، بمناقشتهم في جميع الأمور اللي تخص العقود وتخص أيضا اللاعب وتخص يعني أمور اللاعب المالية اللي بينه وبين الأندية. نعم. لأن الحين أنا بقول لك أنت حتدخل في مشكلة، أنا أتوقع يعني حتدخل في مشكلة. الوسيط ممكن يجي الأمير، ممكن يجي شخصية اعتبارية لذا، وقد يعني ممكن يوقع على اشياء، ممكن اللاعب يوقع على اشياء. لان حقيقه لاعبينا لم يوصلوا لدرجه الاحتراف الكبيره. نعم. اللي تقول مثلا يعني في بعضهم
بعضهم متكل على الوكيل حتى هو ما يقرأ العقد. يعني يجيب له العقد ويوقع. صحيح. خلاص متكل على ذا الوكيل وش اللي موجود في العقد. لو تيجي تقول ماذا يعني أنت وقعت على كذا حيذكر لك المبلغ. نعم. فقط. لكن البنود اللي موجودة في العقد الأغلبية لم يعني الأغلبية اللي أشوفها أنا واللي أسمعه واللي شفته يعني أنا ما يقرون يعني العقد. فما بالك لما تجيب مثلاً لاعب يجهل هذه الأمور وأيضا تجيب وسيط قد يكون أخوه يكون أبوه برضو يجهل أيضا في في في, في نعم. هذا الموضوع وممكن اللاعب يدخل واحد وسيط وهو ممكن ما له في الرياضة بعد. نعم. طيب كابتن وليد قبل وبعد لو وضعنا مقارنة قبل تواجدك اللاعبين وبعد تواجدهم ما الذي أضافوه للاعبين للاحتراف منظومة أو الفكر الاحترافي؟ شوف أنا احترامي جميع الوكلاء ما شفت شيء أضافه حتى للعيبة يعني كوكيل اللاعبين اللي شفته قدامي. أنا أتكلم عن الدكتور عبد الله أنا أحب شغله صح عليه سلبيات بس شغله محترم يقدر في كيف يشتغل الآدمي هذا في لجنة الاحتراف. يعني الدكتور عبد الله صح اللي إذا كنا نتكلم عن سلبيات في سلبيات ما في سما عنده سلبيات بس يشتغل لجميع الأندية وأنا أقدر وأشكر الدكتور عبد الله على الجهد اللي يقوم به في لجنة الاحتراف. تعرض لهجوم قوي بداية الموسم. أيا كان يشوف الإنسان اللي يشتغل لازم فيه أغلاط مهما كان. بس اللي نشوفه الدكتور عبد الله يعني يشكر على جهد اللي يعمله لجميع الأندية واللعيبة. خطوة موفقة. أنا أقول الرجل المناسب في مكان مناسب. لا خطوة موفقة إلغاء. هذا الإلغاء أتكلم فيه أنا بس أنا برجع أتكلم فيه لأن سمعت أنه من الفيفا. هل القرار هذا اللي يتكلم فيه أنا سمعت ما أدري هو حقيقة أو أن يتكلم هذا القرار هو من كلامه يقول أنه معتمد على الفيفا إيه القرار هذا جاء من الفيفا إذا جاء من الفيفا خلاص أنا ما عندي إلا الفيفا يعني لازم أمشي على الحاجة اللي جتني من الفيفا هذا القرار لازم مو موجود من الفيفا يقول لك موجود في الفيفا أو موجود في الفيفا يعني هو أعتمد على الحاجة يعني هو بس كلمة الوسيط هذه أنا ما كنت أحبها في الوسيط إيش معنى ليه كيف في وسيط يعني بدخل لي إنسان ثاني وبروح الجاي الثاني أنا الوكلة يعني الوكلة يعني كنت أتمنى الوكلة يعني يلم باللاعب كامل يعني يكون دوره أوسع في كل حاجة يعني لا تدريبية لا علاجية لا يعني مو مجرد أنا بس أوقع عقد وأخذ 10% وأنت موضوعي يعني بين نادي ونادي أنا أتمنى الوكيل اللاعب يعني يشو اللاعب حتى في إجازاته يكون معاه يعرف اللاعب كيف تحركات اللاعب كيف راح كيف جاء يعني أتكلم كابتن فؤاد أنور قال حتى اللاعب ما يدري عن البنود الموجودة وهذه كارثة نعم. إذا اللاعب ما يعرف البنود هذه مصيبة نعم. إنه معتمد على وكيل اللاعب وأتمنى أن الدكتور عبد الله يطور في لجنة الاحتراف. طيب ننتقل إلى حديث آسيوي والبداية مع مباراة النصر والأخوية القطري اليوم في استاد الملك فهد الدولي بالرياض تغلب الأخوية على النصر بثلاث أهداف مقابل هدف وأيضا الشباب في أوزبكستان تغلب على بختكور نشاهد نتائج مباريات اليوم بختكور يخسر من الشباب في هناك في أوزبكستان بهدفين مقابل لا شيء والأخوي القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد للنصر يتغلب عليه ويتأهل إلى دور الـ16 كابتن وليد خلينا نبدأ معك حول مباراة النصر والأخوية اليوم شاهدنا النصر